أرجو منكم الانضمام إلى القناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر الموجود أسفل الفيديو، يعني سابوني، والضغط على الجرس لتصلكم الفيديوهات الجديدة فور نزولها، وكذلك الضغط على زر الإعجاب يعني جيم لدعم القناة. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. كاين واحد من المشتركين اللي طلب مني درس تاع المقياس، على هذا راني رايحه نديره لكم يعني بطريقه بسيطه، نعطيكم القوانين وال يعني العناصر المهمه في هذا الدرس وان شاء الله نفهمه. هيا نبداو. اذا المقياس من العنوان تاعو، يعني مقياس يعني حاجه تاع قياس. واش هم حابين يقولوا؟ نعطوا مثال. مثلا في خريطه بين زعما ولايه وولايه، مثلا نعطوا مثال، كاين نقولوا 6000 كيلومتر مثلا بين ولايه وولايه، قلنا كاين 6000 كيلومتر. هما في الخريطه كي يرسموها لنا ما يقدروش يحطوا لنا 6000 كيلومتر كامل، لازم عليهم يصغروا. كيفاش يصغروا؟ مثلا يقول كل واحد كيلومتر يقابلوا واحد سنتيمتر. هذا مثال برك، يقول كل واحد كيلومتر في الحقيقة يقابل واحد سنتيمتر في الخريطة عادية. في الفيزياء راكو درتو درس تاع السرعة، عندكم كذلك منحنيات. المنحنيات هادو كيفاش يكونوا؟ نقول لكم مثلا السرعة بالفي يعني فيتاس كيلومتر، كيلومتر على ثانية، كيلومتر بار سكوند. هذا في محور التراتيب، ومحور الفواصل يقول لكم الزمن تي بالسكوند. يعطولكم يقول لكم كل واحد سنتيمتر يقابلو مثال 10 سكوند، 10 ثواني. هذا كذلك مقياس، معناتها كل واحد سنتيمتر في المنحنى في الحقيقة تقابلها مثلا 10 سكوند يعني 10 ثواني. هذا كذلك مقياس. هذه عطيت لكم أمثلة فقط باش تفهموا الدرس. الآن نروحوا إلى العناصر اللي كاينة في الدرس. المقياس نوعان، كاين مقياس تكبير وكاين مقياس تصغير. التصغير وقتاش يكون والتكبير وقتاش يكون؟ كي يكون المقياس اكبر او يساوي الصفر، كبير ولا يساوي، عفوا يساوي الواحد، كبير ولا يساوي الواحد، نقولوا له مقياس تكبير. كي يكون المقياس أصغر من الواحد، صغير الواحد، نقول له مقياس تصغير. هذا فقط مسودة وبعد نعود نرسمه لكم يعني منظم، نكتب لكم درس منظم يعني حد الملخص صغير. إذا قلنا المقياس كاين تكبير وكاين تصغير، كي يكون المقياس أكبر أو يساوي الواحد نقول له تكبير، كي يكون المقياس أصغر من الواحد هو عبارة عن تصغير. والمقياس هذا ليس له وحدة، ليس له وحدة، ما عندوش وحدة. ما نقولوش زعما مقياس بالسنتيمتر ولا بالمتر ولا بالكيلوغرام، ما عنده حتى وحدة. صح تفهمنا على هذه كذلك. نروح الآن إلى طريقة الحساب تاعو، يعني القانون تاعو. المقياس وشنو هو؟ يساوي المسافة على المخطط. مثلا في الخريطة المسافة كيفاش تكون على المخطط، كيما يعني كيفاش يعطوها لكم على الرسم اللي يعطوه لكم هما، ماشي في الحقيقة، على المسافة في الحقيقة. مثلا كاين في الحقيقة، نعطو مثال صغير، في الحقيقة كاين واحد كيلومتر، كيلومتر في المخطط يمثلوا لكم كل واحد كيلومتر زعما بخمسة سنتيمتر. إذا خمسة سنتيمتر هي المسافة على المخطط، وواحد كيلومتر هي المسافة على الحقيقة، يعني هذه تاع الحقيقة وهذه تاع اللي دايروها في المخطط. مثلا نقول لكم من دارنا حتى محطة الحافلات كاين واحد كيلومتر، وفي الرسم رسمتها لكم زعما هذا الطول تاعو مثلا 3 سنتيمتر. إذا في الرسم شحال راهي في الرسم في المخطط؟ واحد كيلومتر مثلتها بثلاثة سنتيمتر، وفي الحقيقة مثلتها وهي واحد كيلومتر. إذا كي نجي ندير يعني
نكتبوا كل 1 كيلومتر تساوي 3 سنتيمتر. هذا مثال فقط باش تفهموا واش معناتها على المخطط واش معناتها على الحقيقة. دوك خلاص هذا هو العناصر كامل اللي كاينه في التمرين في الدرس هدايا. دوك نروح نقوم بتمرين تطبيقي، يعني كتطبيق نموذجي على الدرس هدايا. اذا نروحو كتطبيق نديرو التمرين 31 من الصفحة 80 من الكتاب المدرسي تاع السنة الثانية متوسط الجيل الثاني. قالك المسافة بين منزل ايوب ومنزل عبد القادر هي 1 كيلومتر. المسافة بين المنزلين على الخريطة هي 8 سنتيمتر. ما هو مقياس هذه الخريطة؟ نعاودو نقراو التمرين. المسافة بين منزل ايوب، هايليك شوفو المنزل تاع ايوب والمنزل تاع عبد القادر المسافة بيناتهم 1 كيلومتر. اذا واش معناتها المسافة؟ المسافة الحقيقية هي 1 كيلومتر، صح. والمسافة بين المنزلين على الخريطة هي 8 سنتيمتر. والمسافة، المسافة على الخريطة شحال؟ 8 سنتيمتر. ما هو مقياس هذه الخريطة؟ واش قلت لكم مقبل؟ قلت لكم القانون تاع المقياس هو المسافة على المخطط على المسافة الحقيقية. واش معناتها نديرو المسافة على المخطط يعني على الخريطة نقسموها على المسافة الحقيقية. كاين اللي يغلطوا يروحوا مباشرة يقسموها وما يلاحظوش باللي على الخريطة راهي بالسنتيمتر وعلى في الحقيقة راهي بالكيلومتر. اذا واش لازم؟ لازم علينا نحولوا هذه المسافة اللي راهي بالكيلومتر نحولوها الى السنتيمتر، اللي راهي بالكيلومتر نحولوها الى السنتيمتر. اذا 1 كيلومتر شحال يساوي من سنتيمتر؟ هكتامتر، ديكامتر، المتر، ديسيمتر، سنتيمتر، معناتها 100,000. 1 كيلومتر هي 100,000 سنتيمتر. خلاص دوك رانا صبنا المسافة الحقيقية حولناها. اذا 1 كيلومتر يساوي 100,000 سنتيمتر. الان نروح نطبقوا القانون مباشرة. المقياس يساوي نديرو هو القانون تاعو، نكتبوا القانون. القانون عندكم عليه نقطة. المسافة على المخطط على المسافة الحقيقية. المسافة على المخطط معناتها حبوا يقولوا على الخريطة هي 8 سنتيمتر، تكتبوا 8 على 100,000. كي ديروا تحسبوها نورمال ديروا 8 على 100,000، ما تروحوش تستعملوا الآلة الحاسبة وتحسبوها وتصيبوا زعما 8 في 10 أس ناقص 5 0.00008. ما تروحوش تكتبوها هكا، تخلوها على شكل كسر، لكن ما تخلوش البسط 8. البسط لازم يرجع لنا 1. صافي واش نديرو؟ البسط راهو 8 على 100,000. واش نديرو باش نتخلصو من هاد 8؟ لازم البسط نقسموه على 8 والمقام نقسموه على 8. اذا البسط 8 تقسموه على 8 والمقام 100,000 لازم تقسموه كذلك على 8 باش تخلصوا من هاد 8 ولازم تولي لنا 1. 8 على 8 هي 1، و 100,000 قسمة 8 شحال تجينا؟ 12,500. إذا يجينا المقياس هو 1 على 12,500، ما عندوش وحدة، المقياس ليس له وحدة. هذا هو الجواب تاع السؤال الأول اللي قالوا لنا ما هو مقياس هذه الخريطة. نروح إلى السؤال الثاني. المسافة بين منزل أيوب ومحطة القطار على هذه الخريطة هي 18.5 سنتيمتر. إذا منزل أيوب مع محطة القطار، محطة هو 18.5 على هذه الخريطة، معناتها المسافة على الخريطة هي 18.5. داكور.
هنا الآن واش نديرو؟ فما هي المسافة في الواقع؟ حنا صبنا المقياس، المقياس خلاص خرجناه، صافي المقياس صبناه هو 1 على 12500. واش نديرو؟ نديرو هاو القانون تاعنا، هو المقياس على المسافة على المخطط على المسافة، المقياس يساوي المسافة على المخطط على المسافة الحقيقية. المقياس رانا صبناه، صافي هذا نعوضوه بشحال صبناه؟ صبناه 1 على 12500. خلاص هذه تفهمنا عليها، يساوي المسافة على الخريطة يعني على المخطط هي 18.5. حنا رانا نحوسو على المسافة الحقيقية، القانون يقول المسافة على المخطط على المسافة الحقيقية، إذا يساوي المسافة الحقيقية. نعاودو، القانون واش يقول؟ المقياس يساوي المسافة على المخطط على المسافة الحقيقية. خلاص هذه تفهمنا عليها، هذا قانون اللي استعملوه في التمارين تاعكم. حنا المقياس بعد ما حسبناه صبنا، شحال المقياس اللي يستعمل اللي رانا نستعملوه؟ هو 1 على 12500. نروح نعوضو المقياس بشحال صبناه؟ صبناه 1 على 12500 يساوي المسافة على المخطط اللي هي 18.5 يعني على الخريطة، على المسافة الحقيقية حنا هي اللي رانا نحوسو عليها، هي المجهول تاعنا. باستعمال الرابع المتناسب نصيب المسافة الحقيقية، الحقيقية هادية هي 12500 في 18.5 قسمة 1، هي 12500 في 18.5 قسمة 1، يعني هذا في هذا قسمة هذا، هذا في هذا قسمة هذا، ونحسبوها 12500 في 18.5 قسمة 1 سي با لا بين، جينا 231250. المسافة الحقيقية هي 231250 بعد ما نحسبوها. إذن هذا هو المسافة الحقيقية، الحقيقية انتم بيان سور دوك نعاود نكتبوه لكم منظم تخيبية ونحط لكم الحل. اذا هذا هو الحل تاع التمرين، وهذا هو الدرس تاعكم تاع المقياس، راني درت لكم تطبيق عليه. الى اي حاجة ما فهمتوهاش قولوا لي في التعليقات ان شاء الله ونديرها لكم، وان شاء الله يكون فاتكم الدرس هذا وفهمتوه. مع السلامة.